السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك الأهل الأحباب. الإخوة، الفيديو ديال اليوم يعني نديرو بسرعة، فيديو قصير وسريع، غير لأنه كاين جد تجديد، كاين أخبار سارة وأخبار كيف يمكن نقولوا غير سارة. المهم حنا عندنا هو توصل المعلومة بأقصى سرعة للإخوان. وأول حاجة تنطلب منكم تشاركوا بزاف هذا الفيديو مع الأصدقاء والأهل ديالكم، الناس اللي غادي يهمهم هذا الامر حاولوا تشاركوه باش توصل المعلومه الى اقصى عدد ديال الناس. الموضوع ما فيه وما كاين ثلاث اخبار اليوم عندنا غادي نعطيهم الاخوان، تيهمو كاسا انتغراسيوني والبونص ديال 600 يورو والريديتو دي تشيتا دي نانسا. نبداو من الخبر الصار يعني اللي اظن سيفرح الكثير، ونتمنى تكون هذه بشرة ديال رمضان، لانه شهر كريم هو مقبل وجاب لنا مع هذا الخبر الصار الناس اللي دافعين الكاسا انتغراسيوني، وكانت يعني كانوا الاغلبيه تيجوا بانه غادي يتسناو الشهر 5 ولا الاكثر من هذا الوقت. السيد تريديكو البارح صرح بانه الناس اللي تيتسناو كاسا انتغراسيوني قبل 30 شهر 4 كل واحد دفع كاسا انتغراسيوني غادي توصل بالمستحقات ديالو. هذا هو الخبر العاجل وصار اللي نتمنى وتحقق، لانه هذا تصريح ديال السيد تريديكو يعني ماشي يصرح بشي حاجه اللي غير محتمله ولا يعني عنده خبر اكيد وعارف شنو هو الاجراءات اللي اتخذ في هذا المجال هذا. لذلك الاخوان اللي تيتسناو كاسا انتغراسيوني راه قبل 30 في شهر 4 غادي توصلوا بالمستحقات ديالكم. والطريقه باش تراقبوا كما هو معلوم يعني باش الانسان لا بغى يمشي يراجع الحاله ديالو كيفاش دايره، كيف تنقولوا لجميع المسائل الاخرى، يدخل للسيت ديال الموقع ديال نيبس، يدير البين ديالو، يدخل الفاشيكولو دي بريفيدنسا، ويدخل من بعد البريستاسيوني، من بعد البريستاسيوني يدخل الباغامينتو، ومن بعد الباغامينتو عاود يورك على البريستاسيوني وغادي يبان ليه الوضع هادو الناس ديال كاسا انتغراسيون. هذه هي الطريقه باش يمكن يشوفوا الوضعيه والحاله ديالهم كيفاش دايره واش توصلوا بالمبالغ ولا لا. اذا نتمنى لكم يعني تكون هذه بشرى سعيده للاخوان، ونتمنى تشاركوها مع جميع المعارف والاصدقاء ديالكم. النقطة الثانية اللي تشار لها في هذا الموضوع هو الريديتو دي تشيتا دي نانسا. الناس اللي تياخذوا داخل المواطنة، ردوا البال ديالكم بزاف بزاف بزاف، لأنه كان بسبب الأزمة ديال كورونا كان مرفوع ذاك الشرط الإلزامي، لأنه في أي وقت كان يتصل بك مكاتب الشغل تتصل بك يعني تشنترو أولمبيك ويتصلوا بك يمنحوا لك فرصة عمل، كان إلزامي عليك توافق عليها. دابا كانت مرفوعه من يومين هادي راه رجع هذا الشرط هذا، يعني يتصلوا بك يقدروا يتصلوا بك اليوم ولا غدا ولا هادي، لازم يعني تكون دائما على احتياط، يعني الرقم ديالك التليفون اللي مسجل اللي عطيهم وهادي دائما يكون مشعول وهادي، وعرف واش تقولوا، لانه دابا الفرصه العمل يمكن تمنح لك في البلد اللي انت فيها وما عندكش الحق ترفض شي لسبب غير مقنع. لذلك الاخوان ردوا البال ديالكم، لانه هذا يقدر يكون سبب باش يمنعوا عليكم يوقفوا عليكم داخل المواطنه. لذلك الاخوان الله يخليكم، اللي الناس اللي تيستافدوا داخل المواطنه ردوا البال ديالكم، لانه يقدر يجيكم اما مكالمه هاتفيه ولا واحد الفيديو كونفرنسا. هذه هما جوج طرق باش غادي يتصلوا بكم، ومنها غادي الا كانت فرصه عمل غادي يقترحوها عليكم وغادي يشوفوا ردات الفعل ديالكم، وبناء على الجواب ديالكم غادي المصير ديال داخل المواطنه ريديتو تشادي نانسا معلق بالرد ديالكم. ما عندكمش الحق ترفضوا الا كان في منطقه ديال البلد اللي تتقطنوا فيها. هذه هي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه وهي اللي كذلك بالنسبه لي يعني خبر غير صار الاخوان، ولكن لازم نعطيه لهاد الناس اللي تيستافدوا من البونص ديال 600 يورو، المنحه ديال 600 يورو خداوها وكانوا تيتسناو المنحه الشهر الثاني يعني 800 يورو، لانه كانت واحد الاضافه ديال 200 يورو محتمله. المؤسسات اللي قرروا بانهم غادي تحذفوا مجموعه ديال الناس اللي خداو الدفعه الاولى، ماشي ما ياخذوش الدفعه الثانيه، ما عرفتش اشنو هما الشروط بالضبط اللي غادي يضيفوا. غادي تكون واحد التصفيه، كيف غادي نقول واحد الغربله، لان بان لهم العدد كبير يقدروا يرجعوا مثلا للسنه اللي الماضيه، لانهم مثلا يقدروا يكونوا طاعوا بانه كاين بعض لي بارتي تيفي ماشي اكتيفي ما خدامينش مفتوحين، ولكن ما تيشتغلوش بهم اصحابهم. لذلك غادي يديروا طريقه
الغربله، وتقريبا راه غادي يكون واحد العدد كبير اللي غادي يتمنع عليه الدفعه الثانيه، تقريبا ما بين 150 و 200 الف طلب، يعني غادي يتمنعوا اصحاب هذا البونص ما يتوصلوش ب 800 بالدفعه الثانيه ب 800 يورو. لذلك الاخوان ردوا البال ديالكم ومره مره دخلوا قلبوا على الموقع، لانه ما عادش يتصلوا بك يقول لك ترفضت لك الدفعه الثانيه تبقى تسنى وتكون عامل على حساب ولا هاتي. مره مره الانسان يدخل الموقع ويقلب، راه التاريخ اصلا شرحناها. هذا هو اللي كاين الاخوان، هذا هو الجديد، يعني ردوا البال ديالكم. المعلومه لازم 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 تشاركوها مع جميع الاصدقاء ديالكم، لانه يعني ضروريه ومهمه ومفيده للجميع. الاخوان نتمنى لكم يوم طيب، ونتمنى نكونوا عطينا يعني هذا الخبر صال لاصحاب الكاس انتيغراسيوني باش ربي يفرج عليهم شويه لنا الازمه. ومتمنياتي لكم بيوم سعيد ورمضان مبارك ان شاء الله، والله يجعله شهر قيام وصيام ويجعلوا شهر بركه ويوم علينا ويجعلوا نهايه هذا الوباء ديال كورونا. الاخوان تحيه طيبه من الاخ سمير، والسلام عليكم ورحمه الله. ولا تنسوا يعني الدعم ديالنا بالمشاركه والاعجاب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.